إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مثيل ولا شبيه له، إله واحد ونحن له عابدون. وباسم عباده لنا مشرفون ومكرمون. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وقائدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ختمت به الرسالات السماوية، بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ عنه مراده من الخلق وشاهد في حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله البر الرحيم وملائكته المقربين بل وخلقه أجمعين عليه وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يا غير الخير، وإن رناها
أيها الأخوة، من تفاءل بالخير وجده، ومن سعى للسعادة حصلها. وقت اللي تتفائل بالخير حتى الأمور تولي ماشية في الاتجاه هذا، والأمر اللي أنا نبدأ نطوق ونضره بإذن الله هو مش نصله. يقولوها اللي يبدأ يتعلق في السياقة، يقولوا له انظر للطريق قدامك، ما تنظرش قريب، انظر على القدام، انظر على مد المسار. ويقولوا له رد بالك، تنظر للعقبات في الطريق في يمينه وشماله كما الاشجار. يقولوا له رد بالك، راك ممكن تنظر لك الاشجار هذيك، راك تقول اذا بلاد تمشي لها، فما خطر انك تمشي لها وتدخل فيها. فهذا بالواقع الحال. فانا نأتي ان نسوق في السياره، نحب نطوي الطريق هذاك الكيلومتر الاول والثاني والعشره الاولى والعشرين والمئه وهكذا دواليه، فننظر للطريق قدامي. يقولوا لنا في الليل وقت اليوم في الانسان الضوء بتاعه قوي، ما تنظرش للضوء هذاك، راهي تصير لك لانه هو يعطل الضوء هذاك في السياق. هذه امثله، وتلك الامثال نضربها للناس. انظر للطريق بتاعك ديما، اللي يبدا عنده امر معين ينظر فيه وما يهموش في العقبات. من عاش والعياذ بالله التشاؤم قتله، يقتل التشاؤم. اش نحوال فيقول يقول الحمد لله، نجم يقول كلمه اخرى ويولي يعيشها الكلمه اللي يقولها، راهو يعيشها. او والعياذ بالله قتل بالهم من اكل النظره التشاؤميه اللي ينظر فيها. الانسان يختار لنفسه يا اما طريق تفاؤل والا طريق التشاؤم. وهذا ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يقول في معنى الحديث اني احب التفاؤل او اريد التفاؤل. والتشاؤم والطيعه ما هيش من اخلاق المسلم. فمن عرف باب الامل لا يعرف كلمه المستحيل، ومن عرف حقيقه ربه لم يتوقع منه إلا الجميل. فما ظنكم برب العالمين؟ زعما شنو ظننا في ربي سبحانه وتعالى؟ لسان حالنا يجيب، وإن أجبنا بألسنتنا خيرا يا رب. يقول جابر اسألنا ربي في القرآن، كنت نقرأ في القرآن، فما ظنكم برب العالمين؟ إذا أنا مانيش في صلاة مكتوبة، إن جاوبت إن شهرا من الأفضل، ولا حتى سرا وسمع روحي، قول مثلا خيرا يا رب، نطلب بك خيرا يا رب. الحمد لله قالها لسان، هذه حاجة باهية وخطوة في الطريق الصحيح، لكن يجب أن نعيشها دائما. شنو حالي؟ الحمد لله ونعم بالله، في خير ونعمة. شنو هي أمور الطقس؟ تنجم تكون أمور الطقس كما اللي تبعثت علينا، ليش نقول لها سخون والله في حال وصار فينا والعطش والعرق؟ شيء حال الطقس يهب قلب بعض الايامات بشيء يتحسن. ننظر للجانب الايجابي في كل شيء ايها الاخوه. والتفاؤل من الصفات الرئيسيه لاي شخصيه ناجحه. ما فهمش واحد ناجح في اعماله، لعنده الاعمال وفي حاله مع الناس وفي امور وهو من الناس المتشابهين، لا، المتفائل هو اللي يكون شخصية ناجحة. شوفوا الشخصيات الناجحة، شوفوا انتم، تلقاه ديما متفائل، ديما يعيش في حاجة يعيش فيها ولكنه ينظر للي بعدها. عمرها ولا السحاب يدور، راكم تشوفوا أيها الأخوة، إن شاء الله ربي يرحمنا. وهاو اليوم ما شاء الله الطقس باهي، وبشائر الغيث النافع ان شاء الله، ان شاء الله ربي يرحمنا ايها الاخوه بالغيث النافع، قولوا امين. والتفاؤل يزرع الامل ويعمق الثقه في الله سبحانه وتعالى اولا، ثم في النفس ثانيا. ثقتنا في ربي، يقول صفتان ما اكثرش منهم صفه، حسن الظن بالله وحسن الظن في عباد الله. نحن لنا هاتتنا النصف الأول وكذلك الثاني مطلوب طبعا، حسن الظن.
الخبر ما تكفيش خطبة وربما تكفيش اثنين وإن شاء الله نتلموها أكثر من مرة، ولكن كل مرة من وجهة نظر سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم في سيرته كيفاش كان من ضمنهم نصدقوها هذه أنه وقت اللي هو خرج هو والصديق إذ هما في الغار قال لو كان تعدوا قدامه المشركين أو الكفار قالوا كان نظروا اللوطة شوفوا رجليه. سيدنا أبو بكر خاف وأكثر خوفه قيل على صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك وهذا الفضوح ربما ما توتيش فرصة أخرى وقت اللي تلاقوا عقرب يعني حط قدمه اللي قدمه نتاعو في الغار باش تدخل هو ما توصلش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يركض على فخذه قيل إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حس بالدمعة نتاعو توجع وما نشوفش حتى تقول أي علاش محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كي قالوا يا رسول الله وكان كما نقولوا قلبي يحشدونا قالوا ما قولك في اثنين ما ظنك في اثنين الله ثالثهما، وكما قال سيدنا موسى عليه السلام وعلى رسولنا افضل الصلوات والتسليم وقت اللي البحر قدامهم وفرعون بجنوده وراءهم قال اصحاب موسى انا لمدركون، البحر قدامنا كما نقولوا حطونا فيه. قال سيدنا موسى كلا ان معي ربي سيهدين. شوفوا الهدي النبوي من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادتنا الأنبياء كيفاش يثق في ربي سبحانه وتعالى. الأمل والثقة يحفز على النشاط والعمل، ولكن اليأس وقلة الثقة تصيب صاحبها بالخمول. شو مزال يقول ما عادش فاهم، خليني أنا ناخذ وكهو، ما عادش يسعى، ما عادش يحب يجتهد، وهذا وش من أخلاق المؤمن أيها الأخوة. وكل هذه عناصر لا غنى عنها لتحقيق النجاح، الأمل، النشاط، التفاؤل بالخير أيها الأخوة. فالنفوس المتفائلة وحدها هي التي تمضي نحو مرادها بثبات ويقين ووضوح وسكينة. قالوا إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. السيد سبعش قال تمضي نحو الهدف نتاعها بثقة. راهي جاية الآيات والأحاديث لعل نذكرها في هذه الخطبة أو الخطبة القادمة إن شاء الله. إذا أيها الأخوة، فالمتفائل ينتظر الفرج ديما، ديما المتفائل ينظر للي بعده، وهكذا يعيش اللحظة اللي هو فيها، ولكن عقله وتفكيره فيما بعد لأنه يعرف لحالدوه كما يقولوا أحلى أتماس وراء مثل جميل قلت لحالدوه تجيه تقول له شنو حالك قلت كذا ظهر الموضوع قل له لحالدوه ما يدومش كان سخانة ما تدوم وبرد ما يدوم شمس ما تدومش وهكذا دولين التعاقب بين الليل والنهار ما بين الشدة والفرج إلى أخيره أيها الأخوة. والآية تقول إن فإن مع العسر يسرا، وزيد تأكد إن مع العسر يسرا، ما قالش بعد في الآية فإن فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفما آية أخرى تقول في المعنى نتاعها راهو بعد العسر هذا يجي اليسر. سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولكن الأفضل كل الآيات أن نقول إن مع العسر يسرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على حبيبه ونبيه ووصفاه. أيها الأخوة، المتفائل ديما يغلب الأمل على اليأس، والتفاؤل على التشاؤم، والرجاء على القنوط. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، قالها سيدنا يعقوب عليه السلام لأولاده بعد ما فقد زوج منهم يوسف وأخوه بنيامين. قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذا واحد والعياذ بالله ييأس من رحمة ربي يرد باله وتصح فيه هذه الآية، ويرى قرب الفرج كيما الظل مش يجي تاع النهار بعد الليل. أيها الأخوة، أيها المؤمن، تفاءل لتسعد. وشكون فينا ما يحبش السعادة؟ وشكون فينا ما يحبش يبدا مرتاح البال؟ من يصنع السعادة؟ ليش؟ بالبسمة. مش قلناها الكلمة الحلوة إذا ما قدرناش على غيرها فهي صدقة. التبسم في وجه أخيك صدقة. الكلمة الطيبة، حسن الظن في الحاضر، وتوقع الخير من ربي سبحانه وتعالى، فهو أجود من سئل وأوسع من أعطى. فمش غيره يعطي، فمش غيره وأفضل والعياذ بالله من ربي أنه يعطي أبدا والله. يقول أيها الأخوة صاحب القصيد: من الله ربي أرى كل خير، على خاطري كل شيء يهون، وكم ليلة بت في كربة يكاد الرضيع لها أن يشيب، فما أصبح الصبح حتى أتى، من الله نصر وفتح قريب. وبعد يقول: على رازق الطير في وتره توكلت وهو القوي الحميد، فلا بد من كوني ما قد مضى وليس يكون سوى ما يريد. فمش حاجة مش تصير إلا رب سبحانه وتعالى هو اللي قدرها لينا أو علينا. وهذا ما نسميه وهو من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء خيره وشره. قال ساداتنا وبحثوا فيها بل حتى الفقهاء المسلمين على حكاية القضاء والقدر، وهل الإنسان مخير أو مسير، وهذا مبحث آخر على كل حال. المهم نوصل في نخل الحاجة اسمها القضاء والقدر. قيل أن ربي سبحانه وتعالى يقدر حاجة منذ الأزل ولكن يقضيها في وقتها، مش كل شيء في وقت معين. كمخيلنا اللي قرأته الفيزياء والرياضيات الرسم البياني، يبدأ بالمعادلة يعرف رقم مش يوصل في الوقت الفلاني، عنده نقطة تكون عندها الإحداثيات بتاعها. ونحب مش عارف كيف نتكلم باللغة الفرنسية لعل يفهموني الخيال في هذه الحالة القريبة. إذن أيها الأخوة، هذه كلها مصابيح نهتدي بها، ولعل إن شاء الله نواصل في خطبة القادمة أو أكثر في هذا الموضوع، لكل مرة من وجهة نظر أو من باب من الأبواب في القرآن الكريم مع سادات الأنبياء مع سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم. نختم أيها الأخوة بمسألة فقهية، ألا وهي فرائض الوضوء. احنا نقول فرض وإلا واجب، يعني من غيره ما يتمش الوضوء، يعني ينقص واحد منها راه الوضوء ما يتمش. فرائض الوضوء أربعة في مذهبنا، يلخصها سمعتها من قبل مرة، سمعتها جبت القرن في الفقه، واحد خرج باللغة الدارجة مش تحفظها بسهولة. إيش قال؟ قال: وجهي ويدي راسي ورجلي. هو قال قرعي ورجلي، وجهي ويدي راسي ورجلي، يعني غسل الوجه كامل بطبيعة الحال، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، ما نحكوش على رد المسح لأنه من السنة، الفرض هو المسح الأولى، الرد هو من السنة، وغسل
الرجلين إلى الكعبين. فالمشهور اجتهد في الآية، قال فما احنا نقول غسل غسلا خفيفا بشمة، لأنه مظنة لإسراف الماء بالنسبة للرجلين. أكثر حاجة واحد يخسر فيها الماء تقريبا هو يبدأ يتوضأ في رجليه. وزيد احنا من الفرض مرة من السنة ثلاث مرات، واحنا بطبيعة الحال نربع السنة في الوضوء. فقالوا غسل خفيف، يونس شنو قال؟ لا المسح كهو، ولكن احنا لا نعمل بها، وإنما نقول هو الغسل، لكن ما نغسلوش برشا ماء. وإن شاء الله في الخطبة القادمة نتحدث على الفرض أو الواجب، وشو معناها المستحب، وشو معناها المكروه، إلى آخره من المصطلحات الفقهية اللي موجودة في العبادات، سواء الوضوء، طهارة، الصلوات، الصيام أو غيرهم، لعل في نشكو يعرفوا اللي ما يعرفش، نعرفوه واللي يعرف نذكره فيها إن شاء الله. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، أبعد عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليه، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآله، وبارك على سيدنا محمد وآله، كما باركت على سيدنا إبراهيم وآله في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها، ما بيننا وبينك، وتحمل عنا ما بيننا وبين خلقك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتفائلين، من اجعلنا من الذين يحسنون الظن بكرم خلقك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك لا تطردنا من بابك يا رب العالمين. اللهم نتضرع اليك بأكف طالعه وقلوب طالبه رحمتك يا رب العالمين، وبعيون دامعه طالبين رحمتك وودك ولطفك وعونك وتوفيقك وسترك وجوارك يا رب العالمين. اللهم فاستجب لنا، كن معنا اللهم ولا تكن علينا، اجعلنا من المقتدين بسيد الخلق صلى الله عليه واله وسلم في كل وقت وحين، اجعل خلقنا من القران الكريم يا رب العالمين، اجعله مؤنسنا في الدنيا وفي البرزخ يا رب العالمين. اللهم اجعل القران الكريم حجه لنا ولا تجعله حجه علينا يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اهد الراعي والرعيه والشباب والذريه يا رب العالمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، كن معنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انا نسالك غيثا نافعا تروي به الفؤاد، وتطهر به الاجساد، وتثبت به الاقدام، وتسهل لنا به الفتح، وتشفي لنا به الاسرار. يا من يقول لشيء كن فيكون بلا تمهل ولا اهتمام. واختم اللهم لنا بخاتمه الاسلام والايمان والاحسان يا ذا الجلال والاكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد بدر التمام، وآله وصحبه الكرام، ما صلى عليه مصلي او غفل، وكافة الأنبياء والرسل. آمين آمين آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا مغفورا لكم إن شاء الله، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فما ظنكم برب العالمين؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيجعل الله بعد عسر يسرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.